اخواننا في وزاره الاوقاف اكتشفوا مصيبه، اكتشفوا للاسف حرامي عود في وزاره الاوقاف، والحمد لله ان القائمين في وزاره الاوقاف قبضوا على هذا الحرامي الضخم. اعطوني التقرير. قال هذا في مجمع وزارة الأوقاف مكتب الحج. خله سلمي فيصل. يا سلام شوفه، يا سلام حج والله كبير. ها ما ادري شو اسمك يا بنت، شو اسمه؟ مو الرئيس هذا والله ياكل اكل هذا. ها والله البليه صراحه مو سهل، هذا مو سهل. ها هذا المجمع الجديد تو صادته. لا يبو بعد الصيادة. لا راح تروم وين تودي الحين؟ وين تودي؟ حق الام. لا 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 ودي 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 برا. ذبحه 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 يلا. هم هاي الامن عشان يبقى يجيبوا ثاني مصاري. تويتر ابو فهد. ها تويتر واستقرام وكل يا جماعه. هذا وزاره الاوقاف يا باشا، وزاره الاوقاف مكتب شنو الحج. الحمد لله لأول مرة الدولة تصيد حرامي وحرامي الأوقاف. الحمد لله على الأقل صج حرامي صغير بس صادوه. عبال الحرامية الكبار، الفيران الكبيرة، مو فيران ذيك، ذيك شنو يسك؟ طاوة، أسود، فيلة. الحمد لله.